سولت الأخ عن القراير، شنو هما القراير؟ منطقة فلاحية فيها مواضع أصلا تعود مدورة مزقنا، وهذه الأرض تنبت الأصدار وعاد ذاك ملي تفلح، وأصلا من الأراضي اللي هي مخصصة للفلاحة، القرار كامل ما يسمى القرار، والفلاحة ما هنها لا حدها القرار، فيها لودي فيها الوديان وفيها البليدات اللي هي واسعة وساشعة، وهذا هو اللي المحتوى اللي محتوي عليه الصحراء كاملة ما بين القرار والماء البلاد المراعي والوديان والقلابة والتيدمسات، وياسر من التسميات اللي هي معروفة بها هذه المنطقة الصحراوية اللي هي أصلها كانوا اللي يسكنوا فيها ناس متوارثينها من أكثر من 70 جد. خالق منها اللي يفلح ويفلحوه، وخالق منها اللي يرعاو فيه ويمرقوا ويتسعوا فيه وينموا فيه الحيوانات ويرعاو فيه بحيتهم، وهو جزء من الاقتصاد الوطني اللي هو مهم بزاف. فمؤخرا تفوجينا بهذا الزحف اللي زحفت أملاك الدولة على الأراضي تحفظها، واللي هو يخامرنا وإحنا ما لنا قابلينه، وهو ناس أجنبيين تنعطى لهم مجموعة كبيرة من الهكتارات ويجونا ويصوعونا من بلدنا ويقولوا هذا ما هو بلدكم، هذا لا بلدنا إحنا يا. وهذا هو اللي ما لنا قابلينه، لأن ما اللي لهين يقبلوه ما حد لنا حيين يسوقع اللي يبغى يكون يكون، إحنا ما لنا دون أرضنا، احنا اللي شفناه واللي تنبأنا به اللي عاد له ضريك عام، وكنا درنا كتابات ودرنا تعرضات ودرنا كذا بدون جدوى. وهذا المشكل اللي زاد ضريك بين اكثر من ذاك الشيء اللي كان باين. لو ما عادت الارض تصادر وتحفظ وتصادر للاماراتيين والقطريين والناس الاجانب اللي هما ما هم مغاربه، وهذا احنا يزحزحنا من بلادنا ويقول لنا ما ترتعوا هون وما تفلحوا هون ولا كذا، هذا الشيء غير مقبول اطلاقا. رانا ملي يعلم بها كل حد انه مساله الوطنيه اللي هي فيها منافع والله فيها دخل دار للساكنه والله مشارع تعدل والله مرافق من شي يعود راجع بالخير العميم على المنطقه، ما انا ضده. ثانيا المشكلة اللي عندنا كيفاش احنا نطلبوا بالمربانية ان اعطاونا شواهد على ارضنا اللي ساكنينها خلايق فيها ورابين فيها، الله يفلح يفلح والله يخدم يخدم، والشباب عواد فاش يبقى مسند الحيوض يخدم لنا في الفلاحة ويخدم في ارضه اللي هي واسعة وساشعة مهارة منين يخدم، وهذا ممنوع علينا باش نعدلوا اوراق اللي جيناه. القائد يقول لك ممنوع عليا ما نعطي شهاده اداريه لعل يعدلوا اوراق المحكمه العدليه، ما تعدل لك كتابه قط، عدلت فتحت مجال شوي ثلاث ايام بالحساب وسدت، جاها امر عنها تقفل تقفل. لا نقولوا لك احنا اصلا في عاده والاعراف واللي كنا نتمشاو به بيناتنا الاحترام، ونقسموها بيناتنا احنا كقبليه تمرق لجنه عيان ونمرقوا معنا راشد واحد من السلطة ما عدنا 87، ونقسموها على أساس قسموها على أساس القبائل، وكل قبيلة تقبض واحد الطرف منها وتفلح فيه وتعدل فيه اللي بغات وترعى فيه غير ذلك، إلى أن المراعي ومسائلها مشتركة ما قط حد منها مثلا قسم شيء عن شيء دور يرعى فيه، لكن اللي يقسم دائما هو عندنا هي المسائل اللي تفلح. والفلاحة عادة لا مع الموسم ديال الشتاء، منين يجي الشتاء كلها اللي عنده بليده معروف موقر فيها يمشي يقيسها، ومعروفه هذه من قديم الزمن وكلها مخلينها لوالديه، وفيها الناس تحترم بعضها البعض، واللي نطالبه هي رفع اليد عن 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 ارضنا، ما تنعطى لحد
ما يصادرها حد، ما يجينا حد أجنبي ويقول لنا هذه بلادي، وهذا هو اللي مطالبين. السلام عليكم ورحمة الله، ياك لباس عليكم. أنا أتكلم لكم عن التاريخ اللي وعيت عليه واللي سمعت عند لواي واللي شفت أنا من ساعة وعيت. أنا مزداد 1946، من اللي زدت في هاي الأرض وعين على أرضنا هذه اللي قال لها الصحراء، فيها بليدات معينات الفلاحة، وللعموم أرض كسب، وكنا كاملين عايشين فيه، وبيناتنا الاحترام، وبين كل شيء ما في أحد عنده ميزة عن شيء غير الملك كلها عنده ترابه. الدهر اللي سابقنا والدي عاش 92 عام، وعيت عليه يفلح فرضه، لا قط ما قطش متضايق مع حد ولا جاي وحد عند تراب ولا كلها في تراب. وقال لي عن والده عاش 81 سابقه، 81 على 92 اللي أنا عمري 76. هذا اللي وعيت أنا عليه، اللي مثلا دارك وأنا بالضبط ذاك اللي سابقني، هم اللي نعرف عنه نفس الموضوع، ومتعايشين فرضنا ومفلحوها وعايشين في كسبنا وعايشين في، واستمر علينا قدر من الدول، تهاطل علينا قدر من الدول، تجي هذه تمشي هذه حسب ما يبلغنا احنا وعينا، غير معهد اسبانيا علينا سابق ذاك ما وعينا عليه، غير وعينا اللي هم يقولوا كان جات البرتغال هون وجاء الى اخره وانجليز الى اخره، انا قد جات ونتيجه احنا ما لنا وعينا على ذا، غير الحقيقه الاوائل ردوا ذا. هذا كامل من الزمن فات على الناس متعايشه في هذا الارض ومحترمه، ما قد جاتنا دوله الا تحترمنا، ومعروفين معروف عن هاي الأرض اللي جاها لا يحترم أهلها. الحسن الثاني رحمه الله أعطى الأمر عن كل واحد يحترم في بلده، ولا يظلم حد ولا يحرك حد ولا يعد على حد، وبقينا في هذا النمط إلى من الليل وعامين ثلاثة، والله من الليل 18 عام عندنا منين ندوروا بليدة في ترابنا ندور نعدل عليها ورقة، والله شيء تمتنع عنا شبه ملك ملك إلى آخره، أي طرف قسناه نشغل الباب مقفول من قدامنا. هذا إحنا ما نرادين، إحنا رادين اللي رادينا عنا بلدنا نحترمه فيه وندوره لا الاحترام، ما ندوره شيء غير الاحترام، ما ندوره شيء ما هنا ما ندوره يا غير ترابنا ندوره وندوره احترامنا فيها، ودولة أنا ضد الشيء اللي يخلق فيها من شيء منفعة الدولة، لأن احنا أولاد الدولة، احنا مقاربة طبيعة الحال، احنا أولاد الدولة ولا ندور ولا شيء ينطبق على المصلحة العامة وعلى المواطنين كاملة كسائر المقاربة، لأن احنا خلقنا في هاي الأرض، أو إن خلقوا في الأرض، ترعرعنا في الأرض، أسرتنا في الأرض، جدودنا مردومين هون كذا إلى آخره، ومن اللي هنقيسوا لا عاد يجينا اجنبي ومزلينا شنو نعدلوا، ما هذا هو اللي مزعزعنا، هؤلاء هو لا راضين به، راضين عنا كما احترمونا الدول كامله، نبقاو في احترامنا ونبقاو، وهذا وحنا مقاربه محض ما فيها هذه ولا هذه، ندور ولا الاحترام في وطننا، تحترم تحترم مرتنا، تحترم المراه ويحترم الشير ويحترم الشيباني. مشيتوا للمحكمة، مشيتوا منين مشوا للمحكمة؟ قالنا جيبونا الملك، جيبونا كذا، لا واخا ندبروا احنا في الملك، والله ندبروا في التالي، قالنا هذا الباب هذا ما عندكم فيه الحق، هذا ما هو واضح، علاش ما يعود عندنا فيه الحق؟ أعظم عندنا احنا من ذا كامل، ولا قدينا ما قدينا نهتضموه. هذا واضح، هي ما قدرنا نهضموه، هو كون ان هذو اصحاب العبار ولا اصحاب المخزنيه يجوا يطرحوا حمارتهم
في زر المنطقة تعود فيها الديار وفيها الأحواش وفيها النطافة وفيها الحسيان. هي الأرض باش تمتلك، إذا اللي تمتلك به الشمل تمتلك الأنواع يمرقوا في هذيك الأرض، يقبضوا هون عن الدار، رق من هون عن الدار، الأرض العريانة هون عن الدار ويقبضوا هون عنها. وفي التالي مين عقب ذاك في الشهر والله اثنين والله ثلاثة تجي تخلصك هو لك البيدة اللي أنت فيها، فيها دارك فيها حسيانك فيها نطافيك، مرق فيها عنها أرض عارية ما فيها كاع شيء. هذا هو ظلم. هذا هو السؤال، يعني هما في أوراق يعتبروها أرض عارية، هذا يمرقوا هي أرض عارية ولا أرض مستقرة؟ علاه ما يقبضوا الأملاك اللي فيها؟ هما جاوا ليعبروها يقبضوا الأملاك اللي فيها، تعود بعد كاع الحجة خالقة، الملك يعود خالق. هذو الديار اللي في ذو القراير ذريك لا منين يجوا خرصون يجبروا ذا البلان، بلان هاي المنطقة اللي احنا قاعدين فيها ذريك نجبروها، هذه الديار ما هم مقبوضات في 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 في, في, في البلان. علاه؟ هذا تسمى سرقة، تسمى تغطية للحقيقة، خص الواقع ينقال. هذا المرجي منه شنو؟ فاشور. هذا منين يجي مواطن يشكي ينقال له احنا النهار اللي عبرنا عبرنا النهار الفلاني ها راعي تراب عريانة ما فيها شيء، ها هي راعي تراب، راعي تراب عارية بيضة ما فيها شيء. غير تراب شكون عدلها؟ ما نزلت من السماء كيفاك عارية؟ علاه ما 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 ما, ما, ما تعبر اللي جبر فيها توصفوا؟ إذا عاد فيها حوش مرقوا، عاد فيها دار مرقها، عاد فيها حاسي مرقوا، عاد فيها جردة مرقها. احنا ما لنا ضد قاع الدولة ولا لنا ضد شيء يتعدل الدولة، احنا خاضعين ليتعدل الدولة. يا غير مولي، يا غير مولي ما ينهضموا حقوقنا بهذه النوعية اللي ذنبتها.